عبادة 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 وين ريحة عبادة؟ مجودة تحت تعال هون تعال ايه عبادر هون 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 ولك تعال بسرعة قبل ما اشوفك 11 إذا هون تعال يلا يلا جيت يلا انا خايف عبادر بدي ارجع على البيت لا تصير خرو تصير رجال شبك على فكرة نحن نقدر نمسكه لهذا 11 ونسلمه للحكومة ها انت مش دوشي 11 في معه سلاح ممكن يقتلنا اسمع اقول لك انا بدي اياك تنفس كل شي بقول لك اياه اوكي ليش بدك تعمل بدنا نمسكه لـ 11 ونقضي عليه ونسلمه للحكومة قولي قولي على هالمصيبة قولي على هالمصيبة هلا بكون أكيد 11 مسكن هلا بكون أكيد 11 موتن أكيد أنا متأكدة ولا خلصنا بقى خلصنا بقى مش قبل تنقين يعني أكيد عبادة ومجودة مالن أغبياء لحتى يروحوا لعند 11 ويسلموا حالهم يعني قولك ليش 11 بيستنى حدا يجي لعنده هو ما يشعب قتل بالناس قولي على هالمصيبة قولي لا تخافي أمي أكيد هلا برجعوا طولي بالك طيب ازاي انت بدور عليهم؟ تلحلح شوي شو؟ لا 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 الحكومة حذرت ممنوع حدا ينزل من البيت منو خايف على حالك انت؟ طبعا خايف يعني شي اكيد اكون خايف اذا الحوني 11 انا ما اخرج ارقد رجال كبير بحطني وخلص علي نهائيا ايه ولادك كون هلا انمسكوا لا تخافي ابنك عبادة ما حدا بقدر بمسكه انا واثق فيه يلا مجودين متل ما فهمتك بتساوي يلا حاضر سيدي القائد سيدي القائد سيدي القائد بدك قديش صدقت على حالك انت حقني بسرعة حاضر سيدي انا مراوغ دايما يلا مجودة واحد اثنين ثلاثة بلش كشفك ورط حاله كيف حطيت الباي قولي لا حول ولا قوة الا بالله وين خلصنا يا ابن الحلال من ساعة بدك تقوم تدور عليهم وين خلصنا بقى لا خلصنا خلصنا بقى مالك قايم قايم بدور عليهم قمت قمت صلى ايه لك هاي بركي عم بستناك يلا يلا خلصني يلا بس اقسم بالله يا ام عبادة اذا بيمسكني 11 لاجيبه معي على البيت لهون حتى يفترسك اليك يا رب يمسكني 11 عبادة عبادة مجودة خبيته وين راحوا هدول انا امورة برندو ملكة مشهورة اخركم يا ربي دخيلك اريد عشري اريد عشري اريد عشري وين اريد عشري اريد دخيلكم لحظة يعني انت مالك الايد عشري قولك هاد منظر وحدة ايد عشرية ولك ضيل بك العمى مع الطوس قدام عيونك يخرب بيتك من حالك هلا هو لو عالشكل
انت بتخوفي يدعشري نفسهم. ايش قصدك لك؟ يعني انا بشعه؟ انا بفرجيك يخرب بيتك من حالك. الله لا يرحمني اذا برحمك. تعال هون. احمد جودي هالمره غير كل مره بتنفس كشي بالله علي، فهمان؟ ما تصرف مخا تحت امر سيدي القائد. رجعنا لسيدي، رجعنا لسيدي. يخرب بيتك من حالك. اجي ياش، اجي داش يلا. واحد اثنين ثلاثه. يلا اخبطه اخبطه يلا يلا. يا عين عليك خليك جايك. وهيك منكون قدرنا نمسكهم لل11 وانتهينا منه. احترامي سيدي القائد. يلا سلام جودي، خلينا نروح نخبي الحكومه عشان يجوا ياخذوه لانه مربط. يلا 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 فورا، خلينا لك الكلب هون انا بفرجيك. روح بجودي عبالة يخرب بيتهم من حالهم، انا ضعت مو منين. يا ربي دخيلك ال11 مربط. كنت خايفة عليك انه امي يسكن ال11. معقول خايفة علينا امي ولو احنا مالنا صغار؟ بعد ما في شيء اسمه 11 ولو ما في شيء اسمه 11. ايه امي ابوي وينه صحيح ما شفته؟ نزل من ساعة يدور عليكم انه هلا ما رجع. عندي واخلان تم القاء القبض على ال11 الخطر، ال11 الذي كان يهدد امن المدينه من قبل هذا الرجل الخارق. تفضل سيدي. يا ريت تشرح لنا شلون قدرت تلقي القبض على ال11. والله خيرك بمشيك بالحاره هيك بطلع يمين يسار، واذ ضربت عيني على ال11 يعني اشوفه ماشي عم شوف بين يمين ويسار، بده واحد يبتلي فيه بس عفته لواط ما خلص. بعدين سحبت لك الاشواط من هون هيك وهجمت عليه وهون بوجعك. قدرت اكبس فيه ضربشه لحتى ما رفضته ضقيت الحكومه وهلا قالوا بده يكافئوني. عبادة جايب معي شوي مصاري وجاي على البيت. انت رجل بطل، انت رجل خارق، كلياتنا لازم نحييه لهذا البطل. سافونه يا جماعه على راسك حوازونه من البدايه. صرنا اغنياء.